على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، كذا تتواصل الانطلاقات والتحديات والإثارة. شوط تلو الآخر بعد ما تابعنا شوط الشاهنية بريب الراشد المهيري، نتابع إثارة هذا الشوط. ناخذ البداية الأولى وناخذ المركز الأول جلمود سالم بن هلال بن سالم الكعبي الذي بدأ ينفرد على الصدارة. المركز الثاني للسيد ياسر بن صغير المالكي، والمركز الثالث واصل مشاهدينا الكرام هنا شعار الذي يتواجد بن غفان يقدم لنا شاهين بارك بن سعيد بن غفان اليابري، والمركز الثالث شعار ياسر بن صغير، المركز الرابع لسيد حي بن مبارك الاكتبي. وشوف بصورنا عثنا ايضا لقطه للاعداد المتواجده في هذا الشوط كامله. ونعود الى مقدمه الشوط، نعود الى المركز الاول، الى الاندفاع الاول، الى الصداره والمقدمه، الى هذا الرقص الجميل ليقدمه جلمود. جلمود المسيطر، جلمود راكب راسه مليون، جلمود على الصداره. ولكن دير بالك دير بالك يا الكعبي يا بن هلال، وصل مالك الشوط الرئيسي للجعدان الماضي. الشوط الاول وصل، وصل شعار بن غفان من ايضا سجل حضوره باول اشواط الجعدان، يسجل حضوره في ثاني الاشواط للجعدان، ايضا يسجل هذا الحضور، يحتكر اشواط الجعدان المفتوحه، الجعدان المشتركات على الصداره، على المقدمه، على المركز الاول. حضور جميل مشرف لهذا الشعار الكبير، عاد إلى المنافسة شعار الكعبي. وصل، وصل الشامخ، وصل بن ميرين. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. أرصد 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 أرصد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الشامخ 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 ينتزع المقدمة في اللحظات الأخيرة. الشامخ بطل هذا الشوط سلطان بن علي بن ميرين، المركز الثاني مع ايضا بن غفان، والمركز الثالث الذي وصل فيه مروح ايضا على المركز الثالث احمد بن مبارك او شعار الكعبي. التوقيت الزمني دقيقتين 19 ثانية هو التوقيت الافضل. تهانينا والناموس للسيد سلطان بن علي بن ميرين على فوز الشامخ بهذا الشوط الذي سجل حضوره الجميل.